في ايه؟ جيب بقى كده طبق من اطباق الشريف، الوانهم حلوه جدا وتشرفك على سفرتك. هي خد الملبن، وزي ما اتفقنا علشان ما ينشفش معايا اثناء التسويه في الفرن هديله معلقه زبده كبيره، وحط كمان معاه اي نوع مكسرات او سمسم اللي متوفر عندك بقى. نعجن كويس، الزبدة بتطري الملبن بتديها طعم حلو جدا وبتخليه كمان ما ينشفش معانا أثناء التسوية، وناخد نتيجة زي الفل. خلاص عجننا الملبن مع المكسرات ومع الزبدة، هنعمل ايه؟ عودي نفسك بقى انك انتي نجيب ايه، نجيب ايه، نجيب طبق ده كمان، نكور كل كمية الحشوة بتاعتنا، نعملها كور على قد الكحكاية علشان تسهل معايا ان انا اشتغل على طول، ما اقعدش كل شوية احط ايدي في الملبن وبعد كده في عجينة الكحك وابتدي ان انا اخلي العجينة بتاعت الكحك فيها ملبن فتلاقيها اتحروقت من بره وحاجات كده مش مظبوطة، فتكوني مجهزة الحشوة بتاعت الكور بالشكل ده كلهم قد بعض علشان تبقى الحشوة كلها قد بعضها والكحكاية في الاخر متساوية زي الفل. نكتفي بالحبة دول وبينا يلا نبدأ نشكل مع بعض الكحك. هنحتاج صاج تسوية، وهنا الصاج حاولي بقى ولا تدهنيه حاجة ولا تفرشيه حاجة، تمام، هتاخدي نتيجة زي الفل. وابتدي اخد من العجينه دي اللي انا عاملاها معاكم على الهوا، هاخد منها جزء كده وابتدي احط فيه كوره الملبن واقفل عليه كويس. عايزه اقول لك بقى الكحك ده يطلع معاكي مش قادره اقول لك قد ايه ناعم وقد ايه جميل. وانتي بتقفلي الكحكايه خليها الى حد ما قبل فوق بالشكل ده. ليه بقى؟ عندنا احنا اختيارين، يا اما هننقش بالمنقاش او هنبصم بالبصامه، فلو هبصم بالبصامه احط كده الكحكايه وابتدي اعمل كده فهي بالفعل هتنزل معانا شويه وناخد كده كحكايه عاليه كده ولطيفه بدل ما تبقى مسطحه تماما، يعني لو عاملاها اقل من كده وجيت بصمتها فهتبقى رقيقه قوي هتتحروق كده ومش هتدينا الشكل الحلو بتاع الكحكايه وهي عاليه معانا. تعالوا نعمل واحده كمان، ادي الحشوة. طبعا نقدر نعمله سادة، كل واحد بقى على حسب ذوقه في الكحك. ونقفل كويس، سيبي مسافات صغيرة ما بين الكحك وبعضه، وادي البصامة، وهكذا لغاية ما تخلصي كل الكمية. ما تيجوا نجرب الكحك كده في النقش هيبقى عامل ازاي. ادي الحشوة، اتفقنا خلي ايدك ميزان، اعملي الكحك كله قد بعضه علشان في التقديم يبقى شكله لطيف. تعالوا بينا بقى ناخد المنقاش كده ونشوف اخبار العجينه بتاعتنا ايه في النقش. طبعا في ناس يعني بتبقى غاويه ان هي تنقش الكحك، عندنا متسابقه بتاعت يوم الاربع ردت علينا. الو، عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك؟ الله يخليك. الحمد لله. الله يسلمك. عامله ايه؟ كل سنه طيبه. مبروك. الله يخليك وانت طيبه. تسلمي يا روحي. ربنا يبارك حبيبتي. اسمك ايه؟ اسمي مرفت عبد العال. ساده يا مرفت، الف مبروك كسبتي معانا طقم ميلامين من ميلامين الشريف. يا مرفت الو، الله يخليك. ربنا يبارك لك ويخليك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي، نورتينا، ويا رب دايما كده من الفايزين ان شاء الله. الله يخليك يا اب حبيبتي. كل سنه طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، ما تقفليش بقى وارجعي لهم. والله يا حبيبتي ربنا يرزقك الخير دايما ان شاء الله. اوعي تقفلي وارجعي لهم علشان يقولوا لك تنورينا امتى تستلمي جايزتك. طب حاضر. ماشي يا مرفت، يومك حلو يا روح قلبي، نورتينا. وادي الكحك المنقوش، شايفين الجمال؟ تحفة.
ونقشته لطيفة جدا وزي الفل. هنشتغل بقى بنفس الكمية. نعم نسحب، نسحب فايزين تاني. يلا نسحب احنا كده الاربع. يلا ناخد الخميس، ناخد خميس وجمعة ونطلع. يلا وادي تمام، باين كده الدنيا معانا زي الفل كده الخميس. يلا بينا ناخد الجمعة كمان. وادي الجمعة. زي الفل. يلا هيتصلوا بيهم واحنا هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع بقى. شفنا تشكيل الكحك، نرجع بقى نقدم الكحك بتاعنا ونعيد كل الأسرار علشان يطلع معاكي ناعم 10 على 10. اوعى تروحوا في أي حتة، مستنياكم.